كل ما يتحرر حي النازحين مالهم وطالب الطالبات والبناتهم يجون يداومون عندنا هنا. شو ما مشكلة عدد كبير، الصف 80-90 طالبة، هو المفروض 20-25-30، احنا عدد مضاعف 4 مرات. ما أطلنا لأن بسبب الدوام، احنا كنا بحكم داعش 3 سنين واستثنونا هسه نداوم، استثناء سووا لنا ماكو عطلة لنا عمود، يعني شلون نساوي ويا باقي الطلبة اللي خارج الموصل، لأن احنا أهل الموصل عانينا معاناة شي مو طبيعي.